دولة عربية، هل هذه الدولة العربية من الممكن أن تأتي بأخبارها إلى دولتنا؟ إذن لأن ليس عنده حدود في الوطن والمسألة المحافظة الوطن، فالبلاد عندها كلها أوطان له، ليس عنده وطن يستطيع أن يتعايش من أجله، فصار الوطن بالنسبة له مجرد تراب لا قيمة له. نعم. هل تعتقد أيضا أن تغيير هدف جماعة الإخوان المسلمين من على مر التاريخ من مجرد نشر الفكر الإسلامي الخاص بهم أيا كان هذا الفكر سواء اختلفنا أو اتفقنا معه إلى بعض المطامع السياسية الأخرى حتى الرغبة في الوصول إلى الحكم، هل ترى أن هذا أيضا كان له تأثير على نشر هذا الفكر المتطرف لجماعة الإخوان؟ هو حضرتك المشكلة في أمر خطير، المشكلة أن هم يرون أن هذه مشكلة دينية، المشكلة اللي احنا فيها دي يرون أنها مشكلة دينية، وهي ليست مشكلة دينية، هي مشكلة سياسية. فدائما يتحدثون عن أنها حرب على الإسلام. هو الإسلام يتلخص في أشخاصكم؟ هو الإسلام يتلخص في أفكاركم؟ ليس هذا هو الإسلام. لا، يعني ليس هذا هو ما يتمثل به الإسلام، من أنه إذا انقضت هذه الفكرة انقضى الإسلام ومات وانتهى. هم ربطوا هذا بذاك، ربطوا السياسة بالفكر الإسلامي، ولذلك ولذلك طوعوا كثير من الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في مواطن معينة، وأنزلوها في مين؟ في المسلمين، في وطن في 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 موطنها هذا. عندما خرج مثلا الدكتور محمد مرسي من السجن، قالوا أن يوسف خرج من الـ من الـ من الـ من السجن ليحكم مصر وكذلك، وشبهوا هذا بذاك. طيب لما عزل قالوا إن مصر أشد بها أشد الظلم، لأن السجن الوحيد الذي ذكر في القرآن هو سجن مصر. فترى هذا التناقض في أنها مسألة سياسية، ويبدأ يطوع لأنها مسألة دينية. هي مسألة سياسية، حرب سياسية، لماذا تدخلها في مسألة الدين ويبدأ يتحدث عن مسألة لأنه يريد أن يصل إلى هذه المسألة اللي هي مسألة إيه؟ اللي هي مسألة الحاكمية. يريد أن يصل إلى الحكم، أصل إلى الحكم بالدين، أصل إلى الحكم بالسياسة، أصل إلى الحكم بالفكر، المهم هو الوصول إلى الحكم. إذا عارضني حاكم أقول أنا كنت أطبق الشريعة الإسلامية، إذا خالفني هذا الحاكم إذن هذا الحاكم لا يطبق هذه الشريعة الإسلامية، وبالتالي يندرج على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه نقطة مهمة كانت هي السبب في إنشاء هذا الفكر الخارجي. ولذلك كان المأمون أتى بواحد من أمثال هذه الأفكار وقال له إيه، وقال له ما حملك على خلافنا، قل لي واحد من الخوارج ما حملك على خلافنا، إيه السبب يعني إن أنت بتخالفنا؟ فقال آية في كتاب الله، هي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له من الذي أدراك بأنها في القرآن؟ إيه اللي عرفك أنه قرآن؟ فقال مجمع على ذلك أنها قرآن، وصلت إلينا بالسند أنها إيه؟ قرآن، من خلال العلماء، موجودة في المصحف ونقلت إلينا على أنها من القرآن. فقال له إذا كنت قد قبلت من هؤلاء العلماء التنزيل فلماذا لم تقبل منهم التأويل؟ إذا حضرتك تلقيت منهم هذه الآية على أنها قرآن، لماذا لم تتلقى منهم فهمهم لهذه الآية؟ يبقى المسألة مسألة زي ما احنا قلنا برضو مسألة أنهم يريدون الوصول إلى الحكم بأي وسيلة كانت، بالمضاراة، بالمداهنة، بأي وسيلة. والخلط بين الدين والسياسة في هذا الأمر جعلهم يعمدون إلى كثير من الآيات. فجد تارة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيستشهدون بهذه الآية في حالة إيه؟ في حالة المودة، في حالة الألفة بينهم وبين إيه؟ وبين الأطياف الأخرى من غير المسلمين. طيب إذا انعكست الأمر ووقفوا في خلافهم، بدأوا يستشهدون بآيات أخرى ويعطون لنفسهم مبررات لحتى العنف، بل وجدنا فيديوهات لبعض منهم يتحدثون عن أن السلمية لا تتعارض مع حرق السيارات، لا تتعارض مع تفجير، يقول أن هذه سلمية. طيب ما هو العنف؟ ما هو العنف أصلا يعني؟ إذا كان ده السلمية حرق السيارات، إذا كان قتل قطع المنشآت أو ما إلى ذلك، طيب هو يرى أن العنف في محاربة الجيش والشرطة. ولذلك قال لك راح مستشهد بحديث إيه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيروا بيده. فقال لك ما تغيروش دلوقتي، أسلنتم مش قادرين تمسكوا سلاح، أو السلاح اللي عندكم لا يتكافأ مع سلاح الجيش والشرطة. طيب لو تكافأ مباح لكم، وإن أنتم
فشوف هذا الفكر التكفيري الذي بدأ غرسه أو بدأ غرسه في الجماعة، وهو يقول ذلك المرشد العام للإخوان الثاني اللي هو الشيخ حسن الهضيبي، قال كده لما ألف كتاب دعاه لا قضاة في منتصف الخمسينيات في هذا القرن، ذكر أن قائلا: وقد ألفت هذا الكتاب لأنني وجدت أن فكرة التكفير بدأت تتوغل في شباب الإخوان المسلمين، فألف هذا الأمر ليبين لهم أنه لا يتعلق بأن أنها مسألة دعوة وليس مسألة تكفير. نعم. أيضا جماعة الإخوان إذا تحدثنا عن الأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الأكبر الإسلامية يمكن في مصر والوطن العربي، كان هو دايما محط أنظار لهذا التنظيم وجماعة الإخوان المسلمين رغبة في السيطرة عليه، على الأزهر الشريف. لماذا في رأيك هذه الرغبة الملحة في السيطرة على الأزهر الشريف من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟ طبعا لأنه يعتبر أكبر مؤسسة دينية، فإذا سيطروا عليها يستطيعون من خلالها أن ينشروا أفكارهم، وهي هذا ناحية، يبقى يستطيع أن ينشروا أفكارهم من خلال هذه فيتخذونه كمنبر أو كأداة أو كوسيلة يعبرون بها عن أفكارهم، وهي كأنها مستند رسمي فيتحدثون باسم الأزهر. طيب الأمر الثاني أنهم يريدون أن يسيطروا حتى لا يقف الأزهر في وجههم مرة ثانية. يبقى إذن يسيطروا حتى ينشروا الفكر، ومرة ثانية أنهم يسيطروا حتى لا يقف في وجههم. ومتى أدرك الأزهر الشريف هذه المحاولات وكيف بدأ في التصدي لها؟ في كثير من المقولات اللي حضرتك قمت بذكرها، ويضاف إلى ذلك مقولات كثيرة، منها زي ما حضرتك ذكرت وزير الأوقاف السابق الشيخ الباقوري، كان ذكر الآفة الكبيرة التي هي عند الإخوان، الآفة الكبيرة هي مسألة العناد والتكبر، ومسألة ما يدعونه بما يسمى أستاذية العالم. هذه هي الآفة الكبرى عندهم. ذكر إيه الشيخ الباقوري؟ ذكر إن الشيخ البنا جاء إليه في يوم وهو يريد أن يقص عليه رؤية رآه، جاي يحكي له رؤية منامية هو شافها، فبيقول له: إيه الرؤية اللي أنت شفتها؟ فالأستاذ البنا بيقول له إيه؟ بيقول له: هذه الرؤية أنني رأيت أجر جملا يركبه رسول الله ومعه أبو بكر الصديق. أنا شايف إن أنا بشد جمل كده بيركبه مين؟ سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر الصديق، حتى انقطع هذا الحبل. طيب للعقل الإنسان، انقطع الحبل الذي يصلك برسول الله، ده معناه إيه؟ يقول الشيخ الباقوري ففسر لنفسه أنه يسير على منهج رسول الله. هو الذي حكى وقص هذه الرؤية، أن التفسير السليم لها أنه انقطع الحبل الذي يصل بينه وبين رسول الله في خلال هذا المجلس. لكن مسألة العناد ومسألة التكبر، حتى نصحه شيخه الشيخ محمد الحصافي، نصحه بأن يبتعد عن هذه الفكرة، لكن مسألة الكبر والعناد في هذا الأمر حتى وجدناها في عصرنا الحاضر، عندما وجدنا من يقول فيهم أن الدكتور محمد مرسي كان في الرؤيا المنامية وقدمه رسول الله ليصلي عليه. يا أخي، ده سيدنا أبو بكر أبى أن يتقدم على رسول الله سيدنا أبو بكر، لأنه يعلم أن في هذا مخالفة للأدب، فراحوا مفصلينها أو فقروها على أنه أمر جميل، ده تقدم على رسول الله ليصلي. من الذي فسر لك هذه الرؤيا؟ الرؤية لها أصل عندنا في السنة النبوية. السنة النبوية ذكرت أن سيدنا أبو بكر وهو أفضل البشر بعد الأنبياء أبى أن يصلي برسول الله وتأخر، وذكرت الرواية أنها قال له: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. ثم بعد ذلك تدعي لنفسك أن من حقك أن تتقدم أنت على رسول الله؟ هذا مسألة العناد والتكبر الذي كان يحيط به. نعم. على كل حال، يمكن بدأ دور وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، أعتقد أنه بدأ في الاضمحلال بفضل محاولات الأزهر الشريف التي يقوم بها في السنين الأخيرة. وفي النهاية لا أملك إلا أني أشكرك شكرا جزيلا، الدكتور سعد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا. شكرا لك يا حضرتك، جزاكم الله خيرا، ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك، كل عام وانت بخير. كل عام وحضرتك بخير. الله يخليك. مشاهدينا، دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار هتقدمه لنا زميلة أمل نعمان، ونعود بعده لاستكمال باقي الفقرات وحوارات هذا الصباح، فانتظرونا.